يا زيزو اللي لسه نازل ونفسه حاضر يقدر يقفل معاه، وده نجح فيه زيزو بشكل كبير جدا. طيب احنا دلوقتي داخلين على المغرب، فاحنا بنتكلم في ان اولا المغرب هسألك منتخب المغرب، منتخب احسن المغرب الناس احنا داخلين على منتخب المغرب، واحد من المنتخبات اللي قدم كرة ممتعة في الحقيقة طبعا في البطولة، طبعا و وما بقتش عقدة. ايوه نقطة تانية، 2017 كسرناها الحمد لله الحمد لله. فهسألك على حاجتين، وكان في دور الثمانية يا مسهل، مش عايزين فالحلو فالحلو كان يا في دور مسهل. الثمانية، لان ان لم تخني ذاكرة كسبنا المغرب دور الثمانية، اتأهلنا قدام بوركينا بوركينا سيمي فاينل، وبعد كده كاميرون فاينل. وكاميرون بعد كده عندنا سيمي فاينل، ايوه مظبوط في الطريق بتاعنا يعني صح. ان شاء الله خير ان شاء الله، ناخدها بس مباراة مباراة بالظبط. باذن احنا الله بناخدها شوط شوط، احنا بناخدها 10 دقائق 10 دقائق، لا احنا يعني بالراحة كده، ويعني واحدة واحدة ونتسرسب وربنا يكرم يعني. يا